ام فهمي. معانا السيده ام فهد من الجيزه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام عليكم، اتفضلي. حضرتك انا بصي، انا جوزي كويس في كل حاجه وبيحبني وبيصرف على البيت وكله كله تمام، الا حته ان هو ايه يعني عندي مشكله في حته ان هو يعني كل حاجه ما تخرجيش ما تروحيش ما تجيش، مثلا لو عندي في واجب مثلا مع واحده صاحبتي عايزه اروح اديه، لا ما فيش ممنوع، ما بيحبش الخروجات ولا يحب العلاقات الاجتماعيه ابدا، مانعني منها كلها. طيب هو ما بيحبش العلاقات عشان شيء في شخصيتك انت، ان انت العلاقات عندك بتفتح معاكي وتوسعي؟ اسمعيني، طيب خالص. اسمعي السؤال يا ام فهد، هل دوت عشان كده ولا هو اصلا دي طبيعته ما بيحبش اصلا الخروج ولا معرفه الناس؟ هو اصلا دي طبيعته، هو منغلق شويه. طيب وعلى فكره انا كمان انا بيتوتيه، يعني هو لو سابني براحتي مش هيلاقيني حد منفتح قوي ولا كده، بس انا طب فين السؤال، فين السؤال يا ام فهد، فين السؤال يا ام فهد؟ يعني انا ممكن مثلا تبقى جارتي عندها فيها عندها مناسبه وكده، ممكن اروح من لو رحت من وراه وهو ما يعرفش في عليا مشكله. اما تروحيش من وراه، ما تروحيش من وراه لان ده هتعمل مشكله اكبر كمان، يعني ما تروحيش طب من ما وراه بدل هو قايل لك. جربت اسمعي كتير بس، ان انا اسمعي اسمعي يا مفاد، جربت كتير قوي ان انا استاذن في كذا مناسبه، هو برضه لا عنده موانع كتير دايما، لا دايما، ولا انا ما عنديش حل للمشكله دي، انا قال انا رافض الموضوع ده. طيب انا اكلمه، هو اكلم زوج حضرتك، ان احنا هنفترض ان هو ابو فهد. يا ابو فهد انت كده هتعمل مشكله اكبر من مشكله ان انت تمنعها من الايه، تمنعها من الخروج. ايه المشكله اللي تعملها؟ ان زوجتك بهذه النفسيه هيحصل لها اكتئاب، وانت لو حصل لها اكتئاب انت مش هتستطيع ان انت تكون تتحمل ده، مش هتستطيع ده، وحضره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فانت ما تضررهاش وما تأذيهاش. فرأيي ان انت تحاول تتخفف من اللي انت بتقوله ده، لان انت لو كنت بتعمل كده وهي طالبة ده هيحصل مشكلة ضخمة جدا. وكلامي لأم فهد، لا بلاش حكاية ان انت تعملي حاجة من ورا جوزك، لان انتوا وانتوا في حالة وئام وانتوا طبعكم قريب من بعض، لما تعملي حاجة من وراه الشخص ممكن يكون شكاك، ممكن يكون عنده شيء من الوساوس، لما تعملي حاجة من وراه انت كده بتغذي الوسواس اللي عنده، علاوه على انك انت لازم تستاذني، فبلاش تعملي ده. يبقى ايه الحل؟ الحل ببساطه خالص، نجلس مع بعض ونتكلم بكل شفافيه، وتسمعي الكلام اللي انا قلته، اللي انا قلته له ده. انت عايز امراه سليمه، عندها صحه نفسيه وعندها عافيه نفسيه، فبلاش تضيق عليها، لان انت كل ما تضيق عليها رؤيتها هتضيق، وهتربي الاولاد بطريقه سيئه. وهذا ليس من عملا بوصيه حضره النبي، استوصوا بالنساء خير. وخلي بالكم انا دايما بقول كده، ان خروج المراه المعتدل ده شحن للمراه عشان ترجع بالسعاده الى البيت. فدايما ما تمنعوش المراه من ان هي تروح تخرج الخروج المعتدل، يعني تروح تزور اهلها، تزور خالتها، تزور عمتها بشكل معتدل. ليه؟ ده بيعمل ترويح للنساء، وخاصه النساء اللي ما عندهمش غير ان هم يقعدوا في البيت، اللي هم بيسموهم ربات البيوت. فأرجوكم خلوا المسائل دي في شكل معتدل وفي شكل آمن، تروح تخرج بشكل آمن وبشكل معتدل وبشكل محترم، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسناتك، فيسر على هذا الأمر عشان تضمن العافية والصحة النفسية لزوجتك.